بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الرابعة من أحوال الراء التركيك. بقى الحالة الرابعة إيه بقى يا أستاذة؟ أن تكون ساكنة بعد كسر أصلي ووقع بعدها حرف استعلاء فضيلة الشيخ، ولكنها منفصل عنها نحو فاصبر صبرا جميلا سورة المزمل، ولا تصعر خدك للناس في سورة لقمان، وحكمها التركيك وصلا وقفا أندرستاند مصر يوسف كورس بارك الله فيكم. يبقى الحالة الرابعة أن تكون ساكنة بعد كسر أصلي ووقع بعدها حرف استعلاء ولكنها منفصلة عنها فاصبر صبرا جميلا ولا تصعر خدك للناس، وحكمها التركيك وصلا ووقفا. وبارك الله فضيلة الشيخ جزاء المنصور زين حبيبة ماما دكتورة الدكتور فضيلة الشيخ عبد المجود سيد أحمد عطية الدكتور كمال المستركين مصلحة له جميع المسلمين وأخواته المسلمين أجمع الدكتور محمد عبد المجود عطية وكل من دخل على قناة ماما وبابا وعلم الحياة على اليوتيوب. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.